من قناة الموصلية الفضائية نحييكم مشاهدينا الأعزاء ونصحبكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الموصل. تعد الانتخابات بمثابة الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، والتي بدورها تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد اتسمت البشرية في جميع مراحل تاريخها وبدرجات نجاح متفاوتة سبل إشراك الأفراد في قرارات المجتمع، ولا أحد يشكك في دور وأهمية الانتخابات باعتبارها آلية للمشاركة في الشأن العام وأحد أهم مكونات الديمقراطية وحجر الزاوية في أي مشاركة للمواطنين في عملية صناعة القرار. فهل يا ترى ينجح الشعب العراقي وأهل نينوى بالخصوص في رفع التحدي والمشاركة في صناعة القرارات المصيرية؟ وما مدى استعدادات الممثلين السياسيين في أخذ زمام المبادرة للنهوض بواقع محافظة أضعفتها الظروف وأرهقتها الحروب؟ فاصل قصير نواصل بعده هذه الحلقة. نطالب بالضرورة أنه يعيدون بناء مطار الموصل. فهميته يعني حيل كبيرة. يعني المختصر مال شريان المحافظة المطار. تجارية واقتصادية ومرضى وحج وعمرة، أهم شيء هو المطار. حتى لو شكل جزئي بسيط يعني نقول انفتح المطار. وللإحاطة أكثر بمدى قوة التنافس بين الكيانات السياسية والبرامج المطروحة عبر نوافذها الدعائية، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة من برنامج صدى الموصل كل من المرشحين فرح السراج عن ائتلاف الوطنية رقم القائمة 185 التسلسل 4، فيما سيلتحق بنا المرشح علي مليح الزوبعي عن تحالف القرار العراقي رقم القائمة 168 التسلسل 14. ومع تواصل الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من الشهر المقبل ولضمان نجاح العملية الانتخابية، أصدرت مفوضية الانتخابات بيانا جاء فيه ما يلي: لأن الأجهزة أو أجهزة العد والفرز الإلكترونية من أهم عناصر العملية الانتخابية، ولضمان استخدامها بشكل صحيح في يوم الاقتراع للوصول إلى النتائج المتوخاة بغية المحافظة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، قرر مفوضي أو مجلس مفوضية الانتخابات اتخاذ بعض الإجراءات، منها إلغاء نتائج أي تحالف سياسي أو حزب أو مرشح من المحطة التي يثبت فيها رسميا قيامه بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الإلكتروني أو أجهزة التحقق في تلك المحافظة، وإحالته إلى القضاء، إضافة إلى فصل أي ناخب أو موظف من موظفي المفوضية الذين يثبت رسميا عبثهم أو محاولة تخريبهم لأجهزة العد والفرز الإلكتروني، وإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه الإجراءات لحماية إرادة الناخب والشعب في اختيار ممثليه. وأكدت المفوضية أنها ستعمل بكل مهنية وحيادية
وفق قانونها لإنجاح الانتخابات البرلمانية. إذن البداية مع ضيفتنا الأولى المرشحة عن ائتلاف الوطنية الدكتورة فرح السراج، رقم القائمة 185 تسلسل 4. أهلا بك. بداية ومن وجهة نظرك، هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال ائتلاف الوطني السياسي؟ سأعيد السؤال. من وجهة نظرك، هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات النضال السياسي لائتلاف الوطنية؟ نعم، قائمة الوطنية قائمة متعددة المشارب والانتماءات والاتجاهات. قائمة الوطنية ليلة وبالذات تتكون من 22 حزب ائتلفوا فيما بينهم ليكونون يعني قائمة اسمها القائمة الوطنية. هذه القائمة متنوعة ما بين يعني مواطنين داخل مدينة الموصل وآخرين من العشائر العربية، وكذلك ما بين جامعيين من جامعة الموصل وأطباء ودكاترة، وكذلك عشائر التي فيها يعني 7 نواب حاليين في مجلس النواب العراقي، وثلاثة أعضاء من مجلس المحافظة، وشخصيات كبيرة ومتميزة من وجهاء العشائر. كل هذا قد ضمتهم هذه القائمة التي هي اسم على مسمى القائمة الوطنية. طيب، هل تعتقدين أن أعضاءكم في ائتلاف الوطنية قد قدموا إنجازات لمحافظة نينوى من خلال الفترة البرلمانية السابقة أو حتى على مستوى مجلس محافظة نينوى، وكيف تقيمين جهودهم بصفة عامة؟ الحقيقة أن الأعضاء الموجودين حاليا في هذه القائمة هم أسماء لامعة، منها الزاهد الخاتوني وهو يسمى أبو النازحين، وكذلك مثلا المتكلمة دكتورة فرح العضو في اللجنة القانونية والمشرفة على قانون العفو العام، وممثلة تحالف القوى العراقية في اللجنة القانونية، وكذلك هناك شخصيات عشائرية ووجيهة وشخصيات شاركت حتى في عمليات التحرير مثل السيد سعري خدرجي، وكذلك وجهاء يعني وزراء مثل السيد فلاح الزيداني اللي هو رئيس القائمه. هناك حقيقه شخصيات متميزه في هذه القائمه، لذلك نحن نرى ان هذه القائمه ستاخذ اكبر دخل ممكن في الانتخابات القريبه القادمه من خلال ترشيحها لميل اكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب العراقي. طيب، مبدئيا كيف تقيمين مشاركة أهالي نينوى في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال المعطيات التي وفرتها مفوضية الانتخابات التي تفيد بتوزيع أكثر من 1,000,000 بطاقة انتخابية وزعت بمحافظة نينوى؟ نعم، اليوم الإحصائية مفوضية الانتخابات تذكر أنها فعلا قد يعني حدثت أكثر من 1,000,000، وهذا الرقم قد سبق حتى محافظة البصرة، وهذا دليل على أن المجتمع يتعافى في يختلف عن المراحل السابقة، الانتخابات السابقة 2014 و2010 وما قبلها كانت المشاركة ضئيلة جدا، لكن اليوم المشاركة قوية ومتعددة، وهناك إلى الآن يعني أعداد هائلة تأتي إلى المراكز الانتخابية. لذلك نقول أن مفوضية الانتخابات كانت ولا زالت الان امام تحدي كبير في كيفيه الاعداد الكبيره التي لا زالت الى الان تسجل وستستمر الى هذا التسجيل لغايه ليالي الانتخابات التي ستكون يوم 12 ايار. كل هذا يعطي ان محافظه نينوى بعد
الذي كان من احتلال عصابة داعش هم مندفعون وبروح من التحدي أهل في نجد العراقي ولم يبقوا صامتين ولم يبقوا على الهامش، وإن أدلوا مجلس النواب العراقي ليعلموا بصوت مدينة نينوى بصوت عالي مسموع لدى الحكومة المركزية. في هذا الكلام هناك 107 مرشح، أن 26/6 يتنافسون على الواحد جدا من ضغط يتنافس على المقعد الواحد في مرشح. طيب هل ترين أن الموعد الانتخابي القادم كفيل لمجيء الكفاءات المثقفة والسياسية لإدارة ودعم عمليات الأعمار بنينوى التي تعاني من دمار كبير خاصة في البنية التحتية؟ طيب سؤالي، قلت هل ترين أن الموعد الانتخابي القادم كفيل بإحضار أو بالمجيء بالكفاءات المثقفة السياسية لإدارة ودعم عمليات الأعمار بنينوى التي تعاني دمارا كبيرا خاصة في البنية التحتية؟ نعم، هناك خطوات حقيقة للمرحلة السابقة. الخطوات تمثلت بأن هناك الكثير من التي العمل على كانت خاتمتها بتوقيع أمانة مجلس الوزراء تقنية مشروع مع الأمم المتحدة في الـNDP. معنى هذا أن المدينة قادمة يعني ثورة من الإعمار ومن المشاريع الاستثمارية تدخل بقوة إلى المدينة. وأنا كانت زيارة مكود مع اللجنة التي معه من أجل مشارك الإعمار الذي بد. لكن مع هذا نقول أن مرحلة الانتخاب إلى مرحلة مهمة جدا، ذلك أن هذه المرحلة سيتم نقل صلاحيات من إلى نينوى، الموضوع يحتاج إلى رقد المراوزات المالية وتفاصيل تقوم بها الحفظة وتعليمات يعني وحتى إلى مستوى تشكيل المحافظة تعليمات من هذا الموضوع وتربية تكون يعني إحدى وزارات الصلاحية وزارة الكهرباء والمواد الكهربائية التجاري يعني كل وزارة كل هذه الوزارة سيتم نقل صلاحية التي تعتبر المرحلة الانتخابية المقبلة مرحلة مهمة جدا ليس انتخابات النواب العراقي وكذلك انتخابات مجلس المحافظة. طيب ما هي ملاحظاتك ونظرتك للمنافسة الانتخابية الحالية بنينوى، وهل ترين أن هذه المنافسة الشرسة بين الأحزاب والتحالفات هي ظاهرة صحيحة ومشروعة؟ يعني التنافس في المشروع، لكن أن يكون التنافس ضمن ضوابط القيم العراقية، ضمن ضوابط الأخلاق المنصرية، ضمن ضوابط التعامل الذي قلناه من أهل. لكن الذي نلاحظ الآن أن هناك بعض الذين يمثلون مرشحين في بعض المناطق وأنهم هؤلاء المرشحين تكاد تكون مقبولة أخلاقيا وعرفا في التنافس. لذلك نحن ندعو كل المرشحين بالالتزام بالضوابط وبقواعد الانتخاب بالوثيقة التي وضعها مسؤولي الكتل السياسية في مجلس النواب، لأن هذا الموضوع سيضمن لنا نجاح الانتخابات. هذه القرارات ستشوه سمعة ستؤلق الأحقاد والأبغاض بين الكثير من المناطق و يعني مشجعيها المرشحين، ونحن نخاف من يوم الانتخاب عند إشكالات كبيرة
الصحية في بعض المناطق ونخاف الاستخدام السلاح المنفرد وخارج إطار الدولة في أن يكون مصدرا للتهديد أو مثلا تجب القرى على أن يعني يعطوا أصوات وشخصيات بعينها دون غيرها. كل هذه نحن نضعها تحت يعني تحت النظر، وسنقدم شكاوى لأي شخص مثل هذه الإجراءات وسنأخذ القانونية الرسمية في هذا الموضوع إن حدث في موصل أو ما حولها من الأقضية والنواحي والقرى. إذا حصلت مثل هذه المواضيع نحن ندعو المواطنين بالوعد الثلث الانتخابي وبأن كل تصرف من خلال إدارة على أن يرشح شخصية دون أخرى سيؤدي إخراجات غير حقيقية بشكل يمثل بشكل حقيقي حافظة نينوى ومدينة الموصل وما فيها من مجتمعات لا زالت تئن من جراء العمليات الإرهابية والأخطاء التي حصلت أثناء عمل التحرير. طيب حسب رأيك سيدة فرح، هل الدعاية الانتخابية في نينوى حاليا مؤسسة على الشخصيات أم على البرامج الانتخابية؟ الموضوع دائما ما يثار في الوقت السياسي، أم برنامج الانتخابي؟ أم برنامج الانتخابي؟ هو برنامج الذي تقدمه الجهة تمتلك الأغلبية في مجلس النواب العراقي من أجل أن على تصويت مجلس النواب العراقي على أن تشكل الحكومة. فإذا الشخصية التي يتم اختيارها رئيسي في المرحلة المقبلة تقدم برنامج حكوميا حقيقي يتم الوقوف عليه من خلال مجلس أعضاء النواب ومشي أعضاء عضوية مجلس النواب مرة أخرى. لا يوجد هناك برنامج انتخابي لعضو مجلس نواب دون أرض الانتخابي تنفذه الجهة التنفيذية. أما نحن فهو تشريعي وقانوني. هل أنا الانتخابي هو ثورة تشريعية ورقابية في المقبلة؟ نعم، أن نعد بإعمار الطرق والجسور وإعمار المهدف وإعادة كل هذه هي مسائل تنفيذية تقوم بها أما حاليا نحن نقول إن واجب النواب العراقي هو التشريع، وإن هذا الواجب لا يتم وإنما هو جمعي تقوم أغلبية داخل مجلس النواب أو مجموعة تقرر أن يكون التصويت على هذه العدونة. مجلس النواب كأحسين لا يتم سؤالهم عن برنامجهم الانتخابي الحقيقة لا يوجد برنامج. ولكن سؤال ما الذي ستقدمونه في المرحلة المقبلة؟ ما هو التشريع الذي ستدعمونه؟ ما هو الجهة الرقابية التي ستكون تحت أنظاركم؟ وكيف العلاقة مع من لخرق القوانين أو خرق يعني هذه التقنين والحكومية في المرحلة الأدوات التي داخل. طيب هل ترين أن الائتلاف الوطني قاعدة شعبية واسعة بنينوى تتيح له النجاح المأمول في الاقتراع القادم، وكيف تقيمين استجابة هذه القاعدة الشعبية؟ أرى أن قائمة ائتلاف الوطني هي قائمة مقبولة كثيرة من خلال المنظمات الدولية والمنظمات المحلية التي تتكلم على أن القائمة الوطنية هي القائمة بين القوائم في محافظة، وأنها تتحدث النواب بشخصيات يعني تمثل بشكل حقيقي محافظة نينوى في المرحلة المقبلة إن شاء الله. طيب ما هي تصوراتكم لواقع الأعمار والخدمات حاليا بمحافظة نينوى ومدينة الموصل خصوصا، وهل تدركون وتعون جيدا حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقكم في حال فوزكم؟ عفوا
سأعيد السؤال، قلت ما هي تصوراتكم لواقع الأعمار والخدمات حاليا بنينوى وخصوصا الموصل، وهل تدركون وتعون جيدا حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقكم في حال فوزكم في هذه الانتخابات؟ أنا الإعمار في المرحلة المقبلة وهناك إجراءات اتخذتها المركزية بها، لكن يقع على عاتق مجلس النواب العراقي في المرحلة أن يقوم على تشجيع الإستثمارات أن تأتي إلى محافظة نينوى، خصوصا ونحن لدينا نينوى القديمة التي لم تأخذ حقها ولم تأخذ حقها من الموازنة 2018، وهذا حقيقة ظلم وقفنا بوجه على المنطقة السابقة وتكلم الإعلام عن هذه المواضيع. تم إضافة مبلغ جدا مليون العفو مليار دينار عراقي لإعمار كافة مناطق العراق، مثل المشاريع في كافة مناطق المحافظات. هنا احتفظنا بغضن أن لدينا منطقة في نينوى وتعتبر من كلون المدينة 100,000 وفيها دكان المتطوعين هم الذين فقدوا علاقتهم، فقدوا الدكاتين التي كانوا يعتشون كل في الآن يتم إعمار مناطق فردية ويجمعها أهل المنصب فيما بينهم من أجل بعض البيئة هناك. هذا كله هو شوف في الموصل المفروض أن تكون هناك جهود دولية، لازلنا نقوم بالمنظمات الدولية والمتحدة بطريقة بطريقة مباشرة أنكم لازلتم تكون هذه المدينة لا تقومون بذلكم إلا مبالغ كثيرة من العالم أن تقوموا بالإعمار داخل محافظة نينوى، بس لابد أن يكون كبيرة كده، والأديبي أن يقوموا بواجبهم بشكل صحيح بعدما تبرعت الدول بالدولارات من أجل إعمار مناطقنا، لكن إلى الآن نحن نرى العمل بطيء والمدينة ما لها من هذا الخير أي نصيب. طيب، هل يمكن أن تعطينا نبذة مختصرة عن برنامجكم الانتخابي فيما يخص حاجة أهالي نينوى للماء والكهرباء التي تعتبر من الضرورات الملحة التي حتمها واقع المحافظة، وكيف توضحون رؤيتكم المستقبلية لتوفير هذه الخدمات الضرورية؟ عفوا، هل كان السؤال عن الماء والكهرباء؟ قلت ما هو برنامجكم الانتخابي فيما يخص توفير الماء والكهرباء لمحافظة نينوى؟ نعم، هو الموضوع الماء والكهرباء هو موضوع تنفيذي، لكن في قدرتنا الحقيقية أن تكون هناك ممارسات حقيقية من الرقابة على مجلس المحافظة. سابقا في الدورة الانتخابية التي نحن فيها الآن لم يكن من صلاحياتنا محاسبة مجلس المحافظة أو رئيس مجلس المحافظة، يعني لم يقوموا بذلك، وكان هذا يندرج تحت السلطة التنفيذية، لأن المحافظ هو بمحاسبته وهم يقومون بمحاسبته كذلك. لكن المحكمة الاتحادية الفترة الأخيرة أصدرت إجازة لمجلس النواب العراقي بأن يحاسب رئيس مجلس المحافظة ويحاسب أعضاء مجلس المحافظة إن لم يقوموا بدورهم، وحقيقة إن لكن هذا كان في نهاية أمر مجلس النواب العراقي، لذلك كان هناك من فرصة لإعلان بالإجراءات من أجل مساءلة مجلس العقبة عن التفاصيل التي قام بها بالفترة الأخيرة، لكن إن شاء الله في المرحلة المقبلة ستكون هناك جهود من أجل مراقبة مجلس المحافظة الذي هو من واجبه أن يقوم بمراقبة سير عمليات إعمار والتي من ضمنها الماء والكهرباء
وكيفية المناطق. نحن نشاهد الآن جهود حثيثة وجبارة من قبل هذه في إيصال الماء والكهرباء خصوصاً للمدينة القديمة، لكن هذا لا يكفي. وبعض عوائق هذا هو أن زيادات في التخصيصات المالية لهذه الدولة التي يتناسب مع مقدار الضرر الموجود حالياً، وهم بذلك يعتمدون على قروض ويعتمدون على منظمات دولية لم تؤدي دورها الآن. المرحلة المقبلة ستكون مرحلة رقابية بشكل أكبر بما أتاحت لنا المحكمة الاتحادية، وستكون مرحلة مراقبة المنظمات الدولية كذلك التي تستلم آلاف مئات الملايين من الدولارات من الدول الأخرى، ولا نراها بالحقيقة أنها تنفذ دورها بشكل حقيقي في ميناء. في ظل الواقع المرير الذي تعاني منه المحافظة من فقر وتهميش وبطالة، ما هي المشاريع والبرامج التي تعتزمون توجيهها للشباب المصلي؟ يعني أهم أراه في المرحلة المقبلة هو مشروع يعني إعانة المواطنين من خلال المشاريع الصغيرة، وهذا يكون من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل حقيقي. في رقابتنا الماضية في الفترة التي كانت فيها داعش، هناك فاتت على محافظة نينوى بأن تكون نسخة كبيرة من المشاريع الصغيرة والقروض التي تم تخصيصها للمحافظات الأخرى فليس فيها داعش. المفروض أنه مع المقبلة نتكلم مع وزير العملية الاجتماعية في الحكومة أن يكون هناك أكثر لمحافظة نينوى في موضوع المشاريع والقروض، لأن ذلك سيسهم بإعادة يعني إعادة سير مداولة الأموال وسير الحياة بشكل طبيعي داخل نينوى داخل محافظة نينوى خصوصا في أحياء المدينة القديمة. لكن نحن إلى الآن لازم مسؤولية ومن خلال فرق تطوعية ومنظمات مجتمع مدني، لازلنا إلى الآن نحن نحمل الجثث ونستخرجها من داخل ركبان المدينة القديمة. لذلك يعني مثل ما يقولون العافية درجات. نحن الآن نتخلص من الركام الهائل الموجود داخل المدينة القديمة الذي يعني بمقدار كما ذكرت بذلك أن مقداره ما يعادل الأهوات وأرض حجم برج إيفل. إذا نريد أن نستخرج كل هذه المدينة القديمة سنحتاج إلى ما يقارب 10 مرة زيارة رحلة إلى القمر الأرض والقمر ذهابا وإيابا. هذه الأرقام المهولة، هذا الهول من الكوارث التي حلت بمدينة الموصل وخصوصا المدينة القديمة تحتاج إلى نظم وعمل دولي، وإلى الآن لم يبدأ أي عمل دولي في هذه المناطق. لكن المرحلة المقبلة العافية يعني بالدرجات سنعمل على إعادة هذا الموضوع بالتدريج، ثم بعد ذلك يجب أن ننظر إلى أهالي المدينة القديمة بنظرة عم باقي محافظة نينوى هم المسؤولين أكثر من كافة العمليات التي العمليات الإرهابية والعسكرية أثناء عمليات التحرير بمحافظة المدنيين مع الدواعش داخل هذه المدينة المنكوبة وقصفهم بالصواريخ وبالطائرات بشكل قد أزهق الكثير من أرواح الأبرياء الذين لم يقدروا يدخلوا بيوتهم، خصوصا وإن الحكومية كانت دائما تقول للمواطنين بأن لا يخرجوا من بيوتهم، وهذا آلاف العوائل الذين ماتوا وهم أحياء داخل ركام، وإلى الآن لم تنتزع من هذه الركام. لدينا 9000 بلاغ في القضاء العراقي يتكلم عن مفقودين داخل المدينة القديمة وهم من أهالي الموصل وليسوا دواعش. يعني هناك نعم هناك دواعش وهناك
يعني جثث الهين الذين إلى الآن بعض الناس لم يجدوا ذويهم وأهاليهم آبائهم وإخوانهم أولادهم. كل هذه المشاكل يجب أن تعالج أولا، ثم بعد ذلك نتوجه إلى المشاريع الصغيرة والاستثمار وكيفية إعانة هؤلاء الناس. لكن الآن لا زالت المصيبة، ولا زلنا إلى الآن نعالج وندفن موتانا ونبحث عن مفقودين الذين كانوا محتجزين لدى داعش وظهروا في بعض الصور أثناء عمليات التحرير، لكننا إلى الآن لا نعرف أين هم. 2000 شخص لحد الآن بالإحصائيات، هؤلاء الذين لا نعرف عنهم أي شيء. كل هذه ملفات يجب أن تناقش داخل مجلس النواب العراقي بالفترة المقبلة، وبالتعاون مع مجلس المحافظة الذي يجب أن يأخذ دوره بشكل حقيقي في الفترة المقبلة. عندما نتكلم عن مدينة واقعها مثل واقع الموصل، نينوى ليست فقط فقدان خدمات وماء وكهرباء، نينوى فقدان أشخاص وأوحات ورواتب مدخرة لم تعطى بشكل كامل. وفي المرحلة المقبلة إن شاء الله سيتم رفع، إن كتب الله لنا الفوز في مجلس النواب، سنقوم برفع دعوة قضائية على مجلس النواب، نطلب منهم بأن الرواتب المدخرة ليست فقط الإثنية، وإنما يجب أن تكون الرواتب كاملة. لكن انتهاء أمر مجلس النواب العراقي منعنا من رفع هذه الدعوة، لكننا في الفترة المقبلة سنقوم برفع هذه الدعوة وبعون الله. المرشحة عن ائتلاف الوطنية فرحة سراج رقم القائمة 185 التسلسل 4، نشكرك على مشاركتك معنا في حلقة صدى الموصل وتمنيتنا لكم بالتوفيق. نعود بعد فاصل قصير مشاهدينا. مع اقتراب الانتخابات يتزايد إقبال المواطنين على تحديث بياناتهم الانتخابية بمركز مدرسة العدنانية بأيمن الموصل. المواطنون أكدوا على مشاركتهم الفعالة في الانتخابات المقبلة، آملين من المرشحين الفائزين تغيير واقع مدينتهم نحو الأفضل، وطلبوا من المفوضية زيادة أعداد كوادرها للتخفيف من الزخم الذي يعانون منه خلال تحديث بياناتهم. نعم اشارك، عشان اطلع بطاقه لو ما اشارك. رسالتك لباقي الناس اللي ما جوا يتوجهون شو اسمه يطلعون بطايق ويروحون يتخبون. شو طالب المفوضيه؟ المفوضيه نخفف شو اسمه على العالم وتسهل امر الناس وسهل الامر عليهم. زين، شو طالب المرشحين جدد راح يشارك؟ اكو يوفون بالوعد مالهم. اكو مثل ما وعدونا كل يوفون بالوعد مالهم، وكل واحد حسن ظنه، مثل ما ننتخبهم لازم هم يدارون مثل ما نداريهم يدارون، ويقدمون الخدمات، شوارع، مدارس، كهرباء، شوارع، رواتب العالم المستثمرين المتراكمه، رواتب الرعايه، رواتب الموظفين، رواتب الصحه. كرجل مصلحه يعني من الموصل، ايه توقعاتك هل بعد الانتخابات سيكون تغيير في الموصل من ناحيه الخدمات من ناحيه ان شاء الله؟ ان شاء الله نتوقع ان شاء الله يعني الى الاحسن ان شاء الله. ان شاء الله متفائلين بالخير بعون الله. شو اسمها المدرسه؟ العدنانيه. يا منطقه باليرموك. تفصيلات
كم بطاقه عندك؟ كم هويه؟ والله مالي مال ابني مال زوجتي. يعني ثلاثه؟ نعم. نطالب منهم ان يزودون الكادر بحاسبات ويسهلون امر العالم. انت راح تشارك بالانتخابات؟ نعم. زين، اهميه الانتخابات بالعراق خصوصا نينوى، شنو هي اهميتها؟ والله اهميتها لازم الكل يشارك. وصدق باقي الناس اللي ما جو يشتمون؟ والله لازم يجي يشاركون، لان هذا استحقاق. توقعاتك هل سيكون هناك تغيير في المنطقة؟ والله ان شاء الله، ان شاء الله بعون الله. طلباتكم المرشحين جدا. والله مرشحين نريد انصاف، ينصفون. اريد الانصاف وحساب رب العالمين. هاي هذا اللي اريده. راح تشاركين؟ عجل شلون ما نشارك؟ عجل على جايين يا اخويا. زين، شو طالبين من المرشحين الجدة؟ والله نطلب الله يستر علينا وعليهم وعلى أمة محمد، نطلب نترشح لنا واحد وابوك على النار. كم بطاقة عندك؟ واحدة بس الحمد لله. الله مبدالك. راح ليش ما نشارك؟ يعني ليش راح تشارك؟ نشارك بانتخابات شو نسوي؟ والله التغييرات نقول بك الله تصير. زين، شنو هي مطالباتكم المرشحين؟ والله كهرباء، مي، خدمات اريد. كل شيء اريد. المدرسة العدنانية اليرموك. أهلا بكم من جديد. إذا جولتنا في صدى الموصل متواصلة، وضيفنا الثاني المرشح عن تحالف القرار العراقي علي مليح الزوبعي رقم القائمة 168 تسلسل 14. أهلا بك. بداية، هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال تحالف القرار العراقي السياسي؟ اهلا وسهلا سيدتي، احييك واحيي مشاهدينك الكرام، ولكن لم يصلني السؤال. قلت هل يمكن ان تعطينا في البدايه نبذه عن مكونات ونضال تحالف القرار العراقي؟ اي هذا صار. تحالف القرار العراقي مكون من حزب للعراق متحد كأساسي في نينوى. المشروع العربي، حزب المجد العراقي، وحزب الحث العراقي. طيب. نعم. هل تعتقد أن أعضاؤكم في تحالف القرار العراقي قد قدموا إنجازات للمنطقة أو للمحافظة من خلال الفترة البرلمانية السابقة أو حتى على مستوى مجلس محافظة نينوى، وكيف تقيمون جهودهم بصفة عامة؟ سيدتي العزيزة، تحالف القرار العراقي لم يدخل الانتخابات السابقة، فهو تحالف جديد. أما مكون الرئيسي وهو حزب العراق متحدون، خلال الفترة الماضية من بداية النزوح أو دخول داعش أو بالأحرى من بداية التحرير، قدمنا الكثير. نعم. منظمات مجتمع مدني قدمت ما الكثير، قدمت ما لم تقدمه الحكومة المحلية والحكومة المركزية. عندنا فزعة يمكن مواكبة للتحرير منذ بدايته، قدمت ورممت وقدمت مساعدات عينية وقدمت مساعدات غذائية وقدمت قامت بحفر آبار بالبداية من كان الماء شحيح في مدينة الموصل. منظمة الشباب كذلك قدمت، منظمة العمل، عندنا اذاعه نينوى كانت توجه المواطنين منذ بدايه عمليه التحرير الى يومنا هذا. عندنا حرس نينوى اللي شارك في تحرير الموصل وقدم العديد من الشهداء والجرحى وامتص بعض البطالة الموجوده. يعني ايش بعد؟ كثير قدمنا اكثر مما تقدم الحكومه المركزيه والحكومه المحليه.
طيب كيف تقيمون مبدئيا مشاركة أهالي نينوى في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال المعطيات التي قدمتها مفوضية الانتخابات أن أكثر من مليون بطاقة انتخابية وزعت بالمحافظة؟ سيدتي العزيزة، احنا كنا نتمنى من المفوضية أن تقدم أكثر، لأن عندنا 2,270,000 ناخب في نينوى، لحد الآن لم نصل إلى النصف، ولم يبقى أمامنا سوى 20 يوما. فنتمنى أن توزع البطاقات كامل، وأملنا كبير لأهالي نينوى عموما والموصل خصوصا بالمشاركة الفعالة في هذه الانتخابات واختيار القائمة التي تمثل، وليس وأن لا يختاروا القوائم الوافدة علينا من خارج المدينة، لكي نكون كتلة متضامنة ومتكاملة نطالب بحقوق أهلنا في نينوى وفي الموصل خاصة. سلام. طيب هل ترون أن الموعد الانتخابي القادم كفيل بمجيء الكفاءات الثقافية والسياسية لإدارة ودعم عملية الإعمار بنينوى التي تعاني من دمار كبير خاصة في البنية التحتية؟ قلت هل ترون أن الموعد الانتخابي القادم كفيل للمجيء بالكفاءات المثقفة والسياسية لإدارة ودعم عمليات الأعمار بنينوى التي تعاني من دمار كبير خاصة في البنية التحتية؟ نعم سيدتي، احنا عملنا كبير بالمواطن الموصلي والنينوي بحبوب نينوى، عملنا كبير به بأن يختار القائمة والتكتل اللي يمثل اهالي نينوى لكي تكون كامله بحقوق اهالي نينوى وتفرغ بها. اما اذا المواطن الموصلي او النينوي بعمومه اذا اتخذ من القوائم الباقيه مرشحين وتشاركهم تطبق اجندات الاحزاب الباقيه على مدينتنا. طيب ما هي ملاحظاتكم ونظرتكم للمنافسة الانتخابية الحالية في نينوى التي توصف بالشرسة؟ هل ترون أنها ظاهرة صحيحة ومشروعة؟ والله سيدتي، لو كانت الديمقراطية متحققة في العراق ولا بعد، ولكننا في ديمقراطية ناشئة، فهذه الديمقراطية فهذه القوائم الكثيرة والتشتت هذا لا يخدمنا ولا يخدم محافظاتنا ولا يخدم المناطق المدمرة. كان أملنا بأهالي الموصل ومرشحيهم وقادتهم السياسيين أن يتوحدوا لاستحصال حقوق أهلهم، وأمامنا مشاكل كبيرة ومعوقات كبيرة، يعني أمامنا أعمار المدن المدمرة، إعادة النازحين، تعويض المتضررين. فهذه إذا لم تكن كتلة كبيرة من أهالي نينوى في البرلمان العراقي لا تقدر أن تطالب بشيء. أما أفراد يذهبون مع هذه القائمة وتلك القائمة ويكونون تابعين للأحزاب الأخرى، ما ممكن أن يطالب بحقوق أهالي نينوى. طيب حسب رأيك سيدي الكريم، هل الدعاية الانتخابية المقامة حاليا في نينوى تقوم على مؤسسة الشخصيات أو على البرامج الانتخابية برأيك؟ والله أنا ما أشوف دعاية قائمة على برامج، ما قاعد أشوف بالشارع العراقي بالشارع الموصلي هذه الدعاية، قاعد أشوف دعاية لأشخاص أصلا يستحون لا يذكرون منه رئيس قائمتهم او الواحد التابعين، باستثناء القرار العراقي حنا رئيس قائمتنا اسامه النجيتي والاغلبيه تابعين لحزب العراق متحدون، ولا نستحي ولا نخاف منه. اما الباقيين يستحي يقول انا تابع للقائمه الفلانيه او رئيس القائمه مالتي فلان هذه. طيب هل ترى أن تحالف العراق القرار العراقي عفوا له قاعدة شعبية واسعة بنينوى تتيح له النجاح المأمول في الاقتراع القادم، وكيف تقيم استجابة هذه القاعدة الشعبية؟
ان شاء الله نتمنى من اهلنا في نينوى عمومها وفي مدينه الموصل ان لا يخذلون هذه المره كما في المرات السابقه حيث ذهبوا الى سفرات الاقليم قبل الانتخابات اليوم. فنرجوهم من هذا المنبر من منبر قناه الموصليه الذهاب الى صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم لكي نكون مدافعين عنهم سواء كنت انا او غيري من زملائي واستحصال حقوقهم من بغداد. اما بالنسبه للقرار العراقي احنا كحزب متحدون للعراق العراقي المتحدون سنه 2014 بعثنا 12 نائب الى بغداد والمعطيات السياسيه حاليا والحرق الموجودة على الساحل الموصلية ونينوى وعمومة يمكن راح نزيد هذا العدد أكثر بعون الله. طيب ما هي تصوراتكم لواقع الأعمار والخدمات حاليا بنينوى ومدينة الموصل خصوصا هل تدركون وتعون جيدا حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقكم في حال فوزكم في هذه الانتخابات؟ بالنسبة للجهد الحكومي حاليا المضى واللي نشوفه حاليا 0%. في زمن السابق كان من صار اعمار المحافظات كان يشارك الجهد الهندسي من جميع المحافظات لاعمار المحافظة الفلانية فيخلص اعماره في 4 أشهر او 5 أشهر. وانا اتذكر مدينة البصرة مدينة الموصل كذلك ايام حرب 91. اما اليوم فلا نرى هذه المشاركه من المحافظات الباقيه في اعمار المدن، وانما راينا حتى رئيس وزرائنا من عقد مؤتمر المانحين في الكويت ما طالب باعمار المناطق المدمره فقط، طالب باعمار العراق عمومه. ولذلك نرى انه ما صار استجابه من باقي الدول للتبرع والمنح للعراق. اما قائمتنا ان شاء الله بعون الله اولى اولوياتنا ان شاء الله اذا وصلنا البرلمان بخير وسلامه، كنت انا او زملائي اولى اولوياتنا هي ديمومه الامن وذلك لارجاع المفسوخ عقودهم الى وظائفهم خاصه بالقوات الامنيه شرطه وجيش وباقي القوات الامنيه، يعني هذول اذا حجمناهم وتركناهم يمكن تستغلهم الجماعات الارهابيه باعمال اخرى او ينجرفون الى اعمال تضرنا. ثانيا عندنا من ثاني الاولويات هو تعويض المتضررين وعوائل الشهداء والجرحى واعاده النازحين. فاذا لم نعوضهم تعويضا مجزيا كيف يرجع يبني داره او يرممه المقصوب منه او المدمر منه؟ فهذه لازم تعالج باسرع وقت. والبرلمان السابق لم يعالجها واعضاء نينوى الموجودين لم يطالبوا بهذا الشيء ولم يدخلوا في الميزانيه لتعويض المضررين شيء. ثانيا عندنا البنى التحتيه، يعني ثالثا البنى التحتيه ترميم المتضرر منها واعاده اعمار المدمر، مستشفيات، مدارس، يعني اهم شيء الحل التعليم والصحه. اذا التعليم مفقود والصحه مفقوده راح ننتج شعب جاهل. عندنا قطاع الزراعه ونينوى سله خبز العراق، يعني ماكو اهتمام نهائي فيها. الصناعه كذلك، وان شاء الله اذا الله سهل واهالي نينوى وقفوا معانا وبعثنا واخرجنا كتله يعني معتبره في مجلس النواب سنكون مدافعين عنهم وسنستحصل حقوقهم كامله بعون الله. طيب هل يمكن أن تعطينا نبذة مختصرة عن برنامجكم الانتخابي فيما يخص حاجة أهالي نينوى للماء والكهرباء التي تعتبر من الضرورات الملحة التي حتمها واقع المحافظة، وكيف توضحون رؤيتكم المستقبلية لتوفير هذه الخدمات الضرورية؟ والله يجب التركيز على هذه الامور، الماء والكهرباء من اولى من ضمن البنى التحتيه هذه لازم تترمم، لازم تتعمر، لازم
يتواصل. المهم انا تريدك يعني ذكرت عدة اولويات من ضمن البنى التحتية، من ضمن الماء والكهرباء، فلازم هذه ضرورية لحياة الانسان ودنومك الحياة. طيب ما هي المشاريع والبرامج التي تعتزمون توجيهها للشباب المصلي في ظل هذا الواقع المرير الذي تعاني منه المحافظة عموما من فقر وبطالة وتهميش؟ ما قاعد أسمعك والله. ما هي البرامج والمشاريع التي تعتزمون توجيهها للشباب المصلي في ظل ما تعانيه المحافظة من فقر وبطالة؟ سيدتي العزيزة، إذا اهتمينا بقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وعوضنا المتضررين وعوائل الشهداء والجرحى وعدنا الناجحين، نقضي وعدنا الشرطة الموصولين، الشرطة عندنا راح كلها نقضي على البطالة، حتى إذا مو كلها بس نقضي على جزء كبير منها. طيب يطالب الأهالي المتضررون بنينوى بالتعويضات اللازمة لإعادة بناء بيوتهم ومنازلهم ودورهم المهدمة، ما الخطوات والاستعدادات التي أعددتموها في هذا الشأن؟ والله يا سيدتي احنا مش ما وصلنا البرلمان أحسن لعد الخطوات، بس احنا نقول إذا وصلنا أولى أولوياتنا هذه تعويض المتضررين بمبالغ مجزية، تكون مو مبالغ سطحية بحيث لا ترمم له بيته ولا تعيد بيته. طيب ماذا أيضا عن ملف الأرامل والمطلقات بنينوى اللواتي أشهدنا معاناة مضاعفة، ماذا أعددتم كخطط وبرامج لهذه الفئة المعوزة خاصة ثكالى الأرامل والشهداء؟ يجب الاهتمام بهم، وعندنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لازم تستوعب جميع الأرامل وعوائل الشهداء، لازم تستوعبهم وتعد لهم برامج، وهذه وزارة متخصصة بهذا الشيء. طيب بخصوص طيب تكتسي ملفات الصحة والتربية والتعليم أهمية بالغة في المحافظة نظرا لما خسرته هذه القطاعات من أو ما تعرضت إليه هذه القطاعات من هدم وتدمير للبنية التحتية لها، أنتم في حزب الجماهير أو في حزبكم ماذا أعددتم من خطط؟ سيدتي العزيزة، الاهتمام بالتعليم والصحة أنا ذكرت منذ البداية، لازم ومفروض لا تبنى الأمم إذا لم يتوفر تعليم وصحة. التعليم والصحة أساس بناء المجتمعات. حكومتنا المحلية وحكومتنا المركزية تعرقل حتى جهود المنظمات الإنسانية التي تريد أن تعيد ترميم بعض المستشفيات أو بناء مستشفيات جديدة. يعني أذكر لك مثال، قبل كم يوم منظمة عالمية تواجهت أنا وياهم، قالوا عندنا مركز كامل لأمراض السرطان، كانوا مستعدين ننقلوا للعراق، مجلس محافظ نينوى حتى الآن ما يقبل يوافق لهم عليه. طيب تنعدم كل الخدمات بمدينة الموصل القديمة وهي المنطقة الأكثر تضررا على وجه الإطلاق بالعراق، فالأنقاض والجثث ما زالت منتشرة حتى يومنا هذا، بإيجاز تحالف القرار العراقي ماذا ستقدمون للمدينة القديمة؟ سيدتي العزيزة، هذا الجهد مطلوب من الحكومة العراقية أجمع والحكومة المحلية في نينوى. أنا ذكرت في حرب التسعينيات على العراق الجهد الهندسي لجميع المحافظات يجري على محافظة ويعمرها، فأتذكر البصرة خلال 14 تم إعمارها بجهد الهندسي من المحافظات كامل. اليوم احنا نفتقد هذه الروح التعاون، يعني حكومة لا حكومتنا المحلية تطالب بذلك ولا حكومتنا المركزية بصيرة. يعني اليوم عندنا 18 محافظة عراقية، لو كل من كل محافظة يدزولنا 10 آليات ما كان بقت الأنساب لحد الآن.
طيب ما هي الركائز والمقاييس التي اعتمدتموها في اختيار مرشحيكم للانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل سينال المثقفون من أبناء المحافظة نصيبهم في هذا التغيير؟ أولاً استبعدنا جميع الوجوه القديمة، الوجوه كلها جديدة ما عدا رئيس القائمة اللي هو زعيم القائمة الأستاذ أسامة النجيتي. الباقي كلها وجوه جديدة. استبعدنا الشخصيات المتلونة. الشارع الموصلي يعلم أنه جميع النواب الذين وصلوا بغداد والذين هم معارضون حالياً للقرار العراقي هم خرجوا من تحت عباءة النجيتي أو المتحدون أو العراقيين، وعندما وصلوا بغداد انقلبوا علينا. جاءنا البعض منهم أرادوا التحالف معنا فلم نقبل، لم يقبل زعيم التحالف التحالف معهم، يعني جربناهم ليسوا أهل مواقف مع أهلين، تركوا أهلهم وناسهم ولم يتابعوا عنهم. طيب تحالف القرار العراقي بكم تتوقعون الفوز من مقعد في هذا السباق الانتخابي؟ والله تبقى على قناعة الناخب الموصلي وعلى جمهورنا الموجود. بال 2014 حصلنا على 12 مقاعد، حاليا نتمنى أن تزيد هذه المقاعد. شكرا جزيلا لك المرشح علي مليح الزوبعي عن تحالف القرار العراقي رقم القائمة 168 تسلسل 14. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من صدى الموصل، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقات قادمة من صدى الموصل. حتى ذلك الوقت هذه أجمل تحياتي وفريق العمل، دمتم في أمان الله.